كوردات المستوى الثاني في الـ RGT. انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم، النهاردة هناخد الكوردات اللي مقررة علينا في المستوى الثاني في الـ RGT عشان نكمل تقدمنا في الجيتار من المراحل الاولى. اول كورد هناخده هنا هيبقى الـ A minor 7. يعني ايه A minor 7؟ الـ A minor 7 هو عبارة عن لا مينير عادية A minor. لما نقول كلمة 7، لما نقول كلمة 7 minor 7، ده معناه ان السبعة هي اللي صغيرة كمان، يعني السبعة هي اللي صغيرة كمان A minor 7. لا هي الأكتاف اللي هي النغمة الكورد نفسه. طيب السبعة بتاعتها هي عبارة عن فرق تون بينها وبين الأساس، يعني بقى قبل اللا في سول، سول ولا بينهم تون كامل، فهي دي بالظبط النغمة بتاعت السول اللي أنا أحطها على الكورد عشان يطلع لي A minor 7. طيب ما تسألش كتير عن الموضوع دلوقتي غير ما ناخد في الهارموني ونمشي فيه شوية عشان نبدأ نشرح يعني إيه سبعة كبيرة وسبعة صغيرة، ويعني إيه dominant 7 ويعني إيه minor 7 وmajor 7. خدها مني دلوقتي الـ A minor 7، ان انا هشيل الصباع التالت، ان ده كورد الـ A minor بتاعي اللي انا عادي اللي انا عارفه سهل جدا وجميل، اول كورد عرفته في حياتي. هشيل بس الصباع التالت، لو شلت الصباع التالت من هنا هيبقى عندي المي وعندي الدو، وبلعب الاوتار من اول اللا فوق لغاية المي تحت. ده كورد الـ A minor 7. تاني كورد هناخده هيبقى البي ماينر او السي ماينر. بي ان انا بهلعب الصباع الاولاني هيحجز وترين عندي هنا، هيحجز وترين عندي هنا الاولاني والتاني على تاني خانة في الجيتار، فيبقى عندي الفا دييز والدو دييز، والصباع التاني هيبقى محطوط على السي، والصباع التالت هيبقى محطوط على الفا دييز. الصباع التالت هيبقى محطوط على الفا دييز. تاني اول والتاني محطوطين بصباع واحد، يعني عامل زي الباريه كده بس صغنطوط، وبحط الصباع التاني على الوتر التالت، والصباع التالت على الوتر الرابع في متتالية من خانة 2 3 4. ده هيطلع لي كورد البي ماينر. ثالث كورد هنعرفه هو السي 7. السي 7 بيسموها سي دوميننت 7، دوميننت 7 لانها دايما بتبقى الخمسه المتسلطه بتاعه سلم تاني. فسي دو ميجر او السي ميجر العادي الجميل بتاعنا دوت، تخيل هحط عليه بس صباع واحد، شايف الصباع الصغير ده اللي مش لاقي حاجه اعملها؟ يا اخي اشتغل لك حاجه، يا اخي اعمل لك حاجه، هحطه على الوتر الثالث في الخانه الثالثه، في الخانه الثالثه، فهيبقى كده بالظبط. طعمه اتغير خالص. بيسموا الدوميننت 7 او السبعه المتسلطه ديت الكوردات اللي بيبقى فيها النوته ديت كورد قلق، الكورد عايز يروح حته مش لاقي حته يروح، عامل زينا كده يعني الان كورد عايز يستقر على حاجه، استقر على الاولى. فهي دي خامس درجة في السلم، لو عملتها سبعة بتبقى عايز ترجع لأولى، والأولى عندي هنا الاف. دي الدوميننت 7 أو السبعة المتسلطة أو الكورد الماجير بحط عليه الخانة السبعة. طيب لما أنا حطيت الدو ميجر يبقى البي مش هتبقى سي بقى، هتبقى بي فلات، تبقى بي فلات، لأن بين السي والدو نص تون، لازم يبقى المسافة في السبعة تون كامل، في السبعة تبقى تون كامل، فيبقى بي فلات اما اضيفها على السي تعمل لي السبعة المتسلطة بتاعت الكورد الدوميجير. رابع كورد هناخده ده بقى سهل، ملكش حج خالص، ملكش حج. احنا اخدنا في المستوى اللي قبل كده كورد الدي ماينر اللي هو اول صباع على الوتر الاول، وتاني ايد بحطها في تاني صباع بحطها في الخانه الثانيه على تالت وتر، وتالت صباع بحطه على تالت خانه في الوتر الثاني. كورد سهل قوي.
وبيعمل معايا كومباينيشن حلو قوي مع الاي ماينر اللي احنا اتعلمناه قبل كده. وطبعا بيبقى معايا الوتر الحر بتاع الرابع عشان يديني اساس الدي ماينر. طب انا عايز دي ماينر 7، خلي بالك ثلاث صباع هنا بيعزف دي. لو عايز اعملها يبقى انا هعزف السبعه بتاعتي هي تون كامل، فهروح لغايه الدو. طب انا هعزف الدو ازاي بدوت؟ ده خلاص ده انتهى. اللي بيحصل ان انا بعمل صباعي ميني باريه كده صغير كده على الوتر الاول والتاني، بحجزهم بالعقله بتاعت صباعي كده، واحط الصباع التاني على الوتر الله والعب نفس الكورد. ماينر 7 عملها ستيفي وندر في الاغنيه بتاعت I just called to say I love you، عمل التنويعه دي. سامع؟ هو كورد واحد اتحرك من ماينر، ماينر ميجر 7 ماينر 7، وهو كورد واحد اللي عزفه بس الاضافات اللي عليه لونته. فده كورد ال دي ماينر 7. مفيش اسهل من كده، كورد ما فيهوش غير صباع واحد بس، نوتة واحدة بس، الاي ماينر 7. احنا اخدنا الاي ماينر في الوتر الاوتار الحرة عبارة عن الصباع التاني والتالت، بنحطهم على الخانة التانية، والخانة التانية من الوتر الرابع والخامس، فبيعمل لي الاي ماينر. الاي ماينر 7 ده اسهل كورد في عالم الجيتار، هو صباع واحد بس على الوتر الخامس في الخانة التانية، الصباع التاني اي ماينر 7. طبعا كلنا بنلعب الاف ميجر بالوضع الباريه دوت، فانت ممكن تعمله، احنا ناخد الكورد اللي بعده اسمه اف ميجر، فانت ممكن تعمله باريه كامل، ممكن تعمله باريه صغنطط اللي هو الصباع الاولاني هيحجز الوتر الاول والتاني، الاول والتاني، الصباع التاني هيحجز الوتر التالت على تاني خانة، والصباع الرابع هيلعب لي الفا، اسف، الصباع التالت هيلعب لي الفا على الخانة التالتة. فانا عندي اربع اوتار في الكورد دوت، اللي هم اربع اوتار الاولانيين في الجيتار كده، يديني اف ميجر. البي ماينر بان انا بحط صباع الاولاني على الخانة التانية، بعد كده صباع التاني على الخانة التالتة في الوتر التاني، والصباعين دول التالت والرابع هيبقوا على الخانة الرابعة في الوتر التالت والرابع، بيبقى عامل كده. ده البي ماينر، كورد البي ماينر. طيب احنا عملنا الكورد الاف ميجر اللي هو دوت. في كورد تاني اسمه اف ميجر ميجر 7، خلي بالك اف ميجر ميجر 7 بيختصروها بانه يحطوا اف ام اي جي 7، اف ميجر 7. اما تشوف اف ميجر 7 تعرف ان هو الفا ماجير، ده طبيعي، بس السبعه بتاعتها هي اللي كبيره، السبعه بتاعتها هي اللي كبيره. احنا خدنا السبعه الصغيره مسافتها تون كامل بين النوتة الأساس وبين النوتة اللي قبلها، فأنا هضيف دلوقتي نوتة تانية بس مش السبعة العادية، لا ده احنا هنعمل السبعة الكبيرة هي عبارة عن نص تون، فمع الفا هيبقى مي بتتعزف. الكورد ده سهل عزفه جدا، بحط أول صباع بسيب الوتر الأولاني حر عشان يديني المي اللي أنا عاوزها، الوتر التاني على الدو، الوتر التالت على اللا، الوتر الرابع على الفا. فبحط واحد اتنين تلاتة، ثلاث صوابع بس محطوطين على الخانه الاولى الثانيه الثالثه في الوتر الثاني والثالث والرابع، وبعزف من الوتر الرابع اللي هو الفا، بيديني الكورد الحاير ده شويه بس راكز، هو راكز بس فيه غموض شويه، اللي هي النوتة المي اللي اتضافت على الفا. عاده في الكورد الفا انا هروح حاطط صباعي عليها كده هتبقى الاف ميجر، لو رفعت الصباع ده عمل نوتة واحده بس اللي هي على الدو هيديني الكورد الاف ميجر ميجر 7 الحاير دوت، كورد غامض. الكورد اللي بعديه هيبقى الاف شارب ماينر، ده انا بعمل ميني باري ان انا بحط الثلاث صوابع، اسف، بحط الثلاث اوتار الاول والثاني والثالث بصباع واحد، عقله واحده من الصباع حاجزه، وبالصباع الرابع بالصباع الثالث بحطه على الخانه الرابعه.
الكورد اللي جاي هو الجي 7 او الجي دوميننت 7، السبعه بتاعت السول هتبقى فا. هو الكورد اللي احنا بنعمله العادي اللي هو الكورد الجي ميجر، فاكرينه بتاع الوضع المفتوح دوت، اللي هو الصباع الاول والتاني من فوق ده تحت، والتالت بيعزف نغمه السول، او التالت والرابع بيعزفوا نغمه السول والري. المره دي بقى انا مضطر ان انا اعزف الوتر الخامس بالصباع الثاني والوتر السادس بالصباع الثالث، عشان انا محتاج الصباع الاول ان هو يبقى عندي بيعزف نغمة الفا عشان يطلع لي السول الدوميننت. الصوت السول الدوميننت ده اللي هو الكورد الغير مستقر ده، عايز يرجع الدو. مع الكورد دوت لو انا حركت من الفا عملتها على الفا دييز، هعصر ايدي بس شويه كده، هدخل النغمه من الفا للفا دييز، هيطلع لي كورد تاني سول جي ميجر بس مستقر، السبعه بتاعته مستقره شويه بس فيها غموض. ديت بيسموها الجي ميجر 7، جي ميجر ميجر 7، بس طبعا مش هيكتبوا ميجر ميجر، بيكتبوها جي ام اي جي 7، جي ميجر 7، يعني السبعه بتاعت الجي هي الميجر، انما الكورد ميجر هو لوحده. ده بكده نبقى خلصنا كوردات المستوى الثاني في الار جي تي، واشوفكم في بقيه الحلقات.